السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دي المحاضرة الخامسة في كورس منسبل هيدروليكس والتالتة في كورس الووتر جيمز. إن شاء الله بإذن الله المحاضرة دي زي ما أنتم شايفين، المحاضرة هجيبها لكم دلوقتي. المحاضرة الخامسة هي زي ما أنتم شايفين عبارة عن assignment 6. assignment 6 ده ليه الورق بتاعه أهو موجود، و ليه البروبلم اوبجكتيف والبروبلم ستيتمنت وكل الكلام ده. assignment 5 زي ما انتم شايفين اهو عبارة عن بروبلم ليها اوبجكتيف وبروبلم ستيتمنت، انا هشرحها لكم ان شاء الله. ادي الليكشر بتاعتي موجودة خطواتها كلها على البي دي اف اللي انا منزله، اسمها ليكشر عوجان. بصوا بقى، عوجان ده عبارة عن حقل آبار موجود في الأردن فعليا. اللي حصل ايه؟ ان انا اما باجي بعمل حقل آبار، لو انتم فاكرين خدنا زمان في الهيدروليكس وحتى في السويل انواع للآبار، خدنا في آبار بتبقى آبار دائمة يعني المية فيها بتتجدد، آبار متجددة يعني المية فيها بتتجدد، وآبار ما بتبقاش المية فيها ايه متجددة. طيب عموما يبقى في حاجة اسمها سيف ييلد للبير بتاعي. يعني ايه سيف ييلد للبير بتاعي؟ يعني مثلا انا باجي بسحب من البير بتاعي، بسحب منه مثلا 200 متر مكعب في اليوم بير دي مثلا، ما ينفعش اعدي السيف ييلد ده، لاني لو عديت السيف ييلد اللي يحصل ان الميه جوه او جراوند ووتر تيبل بتاعي منسوبه هيقل، فلما منسوب الجراوند ووتر تيبل هيقل هضطر ان البامب بتاعتي تطلع درو داون هيزيد. الدرو داون لما يزيد عمق الميه، عمق الميه هي هي عمق الميه عن ال عن او الاتش اللي بترفعه البامب لغايه سطح الارض هيزيد، فهيقلل لي الكيو، وده غلط. طيب انا بقى بعمل ايه؟ انا بحط ابار بحيث انها ما تعديش السيف ييلد. ايه بقى اللي حصل؟ بيقول المنطقه دي فيها ويلز بالظبط حوالي 4 ويل، وفيها تانك بيرموا على تانك. فايده التانك ده ان التانك ده بينظم لي العمليه، بينظم لي العمليه زي ما انا حكيت لكم على موضوع الايه الديماند. لو فاكرين لما بيبقى الديماند والديماند بيقل وبيزيد على حسب ساعات الايه الساعة اللي أنا بستخدمه فيها، يعني مثلا الساعة 12 بالليل بتلاقوا الديماند قليل جدا، والساعة مثلا 7 الصبح يبقى الديماند عالي. فده فايدة التانك، التانك بتاعي بإيه بيظبط الموضوع، بيملى وقت ما الناس ما تسحبش، ويفضى وقت ما الناس ما تسحب، عشان ما خليش البامب بتاعتي تشتغل بهيد، قصدي بكيرف مختلف، أو أغير النقطة بتاعتها. طيب ايه بقى مطلوب؟ بيقول لي اللي حصل ان انا عملت حفر لايه لنيو ويل، يعني انا حفرت بير جديد ومديني البير بتاعه فين في الرسمة اهو، البير بتاعه اهو. هو انتوا هتلاقوا اساسا الفايل موجود جاهز ومعمول ومحطوط فيه كل حاجة، وبيقول لك حط لي البير ده، حط لي البير ده. فايدة البير ده جديد، هم حفروه وبيسحبوا منه. ايه اللي هيحصل بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. اعذروني انا مش هفضل افتح في الفايل البي دي اف، بس هيبقى بالنسبه لكم انا بس هشتغل على طول، يعني انا الفايل البي دي اف مش هيبقى قدامكم وانا بشرح، بس هو موجود عندكم تقدروا تفتحوه، بس انا بقول هو نفس الكلام اللي في الفايل البي دي اف. طيب نبدا نفتح الفايل بتاعي. انا هتلاقوني حطيته في فايل اهو موجود عوجان اولد توتوريال، ده اعملوا له اكستراكت واشتغلوا عليه. انا عملت له اكستراكت اهو وهفتحه واقول ايه بسم الله. ثانية واحدة يفتح.
طيب عقبال ما يفتح، من ضمن برضو ايه اللي هيحصل لو انا حطيت ويل تاني؟ لو انا حطيت ويل تاني اكيد الكيو هتتغير والاتش بتاع كل بامب هيتغير، لازم اعدلهم بحيث ان هما يبقوا يبقوا مناسبين. هقول يعني ايه لما يفتح. طيب ادي البرنامج بيفتح اهو. واضح ان البرنامج بيبقى بطيء عشان البرنامج اللي انا بستخدمه في التسجيل، فمعلش انا اعذروني يعني على بطء البرنامج. البرنامج سريع جدا يعني في الحقيقة. طب عقبال ما يفتح انا هعمل بوز. الحمد لله الفايل فتح اهو بسلام. بصوا ادي زي ما انتم شايفين الحقل، معلش هو صغير شوية مش صغير. بصوا لو انتم عملتوا زوم جامد هتلاقوا كل حاجة، هتلاقوا بامب، ادي بامب اهي، وادي الويل بتاعي عبارة عن ريسيفوار والبايبس بتاعتهم وفي جانكشنز هنا وفي حاجة ده اسمه فلو كنترول فالف غالبا، بس مش علينا يعني. فلو كنترول فالف بيتحكم في ال في ال في ال في ال في ال ده مهمته ان هو ما يزودش الفلو بتاعي عن كذا. يعني ايه؟ يعني انا مثلا زي ما انا قلت لكم انا بسحب من ال من ال الويل بتاعي المفروض اسحب منه 200 متر مكعب بير داي مش اكتر، ممكن اقل عشان ما اخليش الجراوند ووتر تيبل بتاعي منسوبه يقل اكتر. فهو ده فايده الفلو كنترول فالف. احنا ما خدناهوش، انا ما خدناهوش مع الدكتور، بس هو كان محطوط يعني، بس مش انتوا مش هتستخدموه برضو. طيب وادي دي اللي عندي، دي جانكشن هنا، في جانكشن هنا، وفي عندي ايه، ادي البير التالت اهو، وادي البير الرابع. ثانية واحدة. واضح ان بتاع اختفت ثانية واحدة عشان اجيبها. طيب بعد ما وادي البير الايه التالت زي ما انتم شايفين، انا اقدر اكبر كل رمز، بس طبعا هياخد مساحة كبيرة. وده ايه؟ التانك اللي قلنا ان احنا بنرمي عليه زي ما انتم شايفين عشان ينظم لي الفلو بتاعي اللي جاي منهم، وده فلو كنترول فالف بيحجم لي الفلو اللي خارج من الخزان او من التانك، قصدي انا اسف من التانك يعني. وده بامب عشان تبعت للايه للمدينه بتاعتي. وفي في الاخر ايه، في الاخر خالص، في الاخر خالص خزان هرمي عليه، خزان هرمي عليه غالبا ده بتاع المدينه، غالبا ده بتاع المدينه، عشان بدل ما انا احذف اخلي البامبس بتاعتي تجيب هيد عالي كبير قوي 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 بحيث توصله للخزان البعيد، بوصلهم بوصلها للخزان هنا الاول، وبامب تانية اوصل من الخزان ده للخزان اللي هناك. طيب بعد كده ما شفنا بعد ما شفنا المساله بتاعتي هعمل ايه؟ هقوم عامل ران. اول حاجه اعمل ران. ادي بعد ما عملت ران مفهوش اي مشكله ومديني كل الخطوات صبره، بس اسمه ده خضره. بس بصوا الايه ال الفلو سبلايد بتاعي كام؟ 338، 338 متر كيوب بير اور. ده الفلو اللي طالع من كل الايه الويلز. طيب لو جينا طب نشوف شوية حاجات البيانات بتاعتي هشوفها، اللي هي بتاعت الايه البامبس بتاعتي او الويلز بتاعتي.
بصوا في ايه، في عندي 4 بامب اللي هم بتوع الاربعه ايه ويلز بتوعي، او الاربع ابيار، وفي عندي البامب بتاعت التانك اللي احنا قلنا عليها بتوصل للتانك البعيد. وادي الاليفيشن بتاع كل واحد جيفن، وادي الديفينيشن بتاع كل واحده، ديفينيشن بتاع كل واحده، والكلام ده كله بيبقى محسوب، مش ايه مش معمول كده. طيب مش ماليش دخل فيه يعني. طيب بعد كده بقى ايه؟ طيب بعد كده هو بيقول لي determine the flow out of the pump station. طيب هنعمل ايه بقى؟ ازاي اعرف البامب؟ ثانية واحدة عشان هشوف بس المشكلة. طيب فهو احنا هنا هنشوف بقى ايه الفلو بتاع كل ويل، زي ما انتم شايفين ويل رقم 21 بيخرج منه 115 متر كيوب بر اور، والويل 22 33 واللي بعديه 47 واللي بعديه 143، اجمعوهم كده لو جمعتهم بالكالكوليتر هتلاقوهم هم اللي هي نفس الفلو اللي جاي من التانك اللي هو 338. طيب لو انا جيت بقى انا عاوز اتاكد اعمل ايه؟ بصوا هعمل هنا اقفله واجي هنا عند التانك بتاعي، انا هو عملت رن وكل حاجه، انا عاوز ايه؟ عاوز ابين الفلو اللي موجود في كل بايب. اعمل نيو انوتيشن زي ما احنا فاكرين، بس المره دي اختار ايه بقى؟ اختار فلو، اختار الفلو. طيب الفلو اهو، نختار فلو بس، ونخلي الواي اوفس بتاعه باتنين باربعه بحيث يبقى بعيد عن ال عن ال بعيد عن الماسوره يعني عشان نشوفه، وندوس ابلاي. واضح ان هو مقاسه كبير جدا فنخليه واحد، ندوس ابلاي نخليه نص. ثانية واحدة معلش، بس نص مؤقتا عشان نشوف الايه الفلور بتاعي. بصوا ده 338 هنا، 338 بعد التانك، 338 بعد البامب، يبقى اللي داخل على التانك اللي جاي من كل الويلز 338، واللي خارج من التانك 338، واللي خارج من البامب 338. طيب بعد كده انا عملت ايه بعد ما خلصت الانوتيشن واتاكدت من الفلو اللي داخل هنا الكيو ان بيساوي الكيو اوت؟ يبقى انا كده انا اتاكدت من الكلام ده. انا بقى عاوز اعمل ايه؟ احط الويل الجديد. فهعمل فايل سيف از واسميه عوجان ويز نيو ويل، اسميه عوجان ويز نيو ويل، عوجان ويز نيو ويل ويز نيو ويل. طبعا انا اقدر اعملها بالسيناريوهات والالترناتيفز والكلام ده، بس هياخد مننا وقت وعاوز مهاره استخدام للكلام ده كتير يعني، عشان انا اعملها في المشروع كانت عاوزه وقت طويل جدا الواحد يبقى ماهر في حاجه زي كده، فمش هلحق اعلمها لكم، لازم تاخدوا المشروع او تحاولوا تعملوا تشتغلوا في المشروع مع نفسكم، ولو في اي سؤال ان شاء الله تبقى سهله يعني. بس فاحنا هنشتغل زي ما هو حتى قايل في البي دي اف فايل ان احنا نعملها ايه، نسيفها كفايل جديد. سيفتها عوجان وذ نيويل كده، الفايل ده ايه هو ده اللي احنا بنشتغل فيه، الفايل القديم خلاص احنا شغالين دلوقتي ايه في الفايل الجديد. طيب هو موجود في شكل الخريطه بتاعي، شكل النيويل بتاعي فين اهو، شكل النيويل مديني مكانه بعد الايه غالبا عند الكسره دي، عند الكسره دي. طيب بصوا بقى عشان الحته دي مهمه جدا، تعالوا بقى نشوف الحته دي هنا في الايه في الفايل بتاعي. بصوا ده كل ده احنا خلصناه. طيب بصوا بقى عشان نعرف الايه الشكل بتاعنا. بصوا
عندي في حاجة اسمها زي ما قلنا الويل بتاعي بيبقى عبارة عن ايه، عن كذا حاجة، واحنا وريتكم، انا وريتكم صورتها قبل كده. يبقى عبارة عن الجراوند فيلد بتاعي على منسوب وفي درو داون، مظبوط. في حاجة اسمها البامب تحت خالص نازلة، في حاجة اسمها رايزر اللي هو الماسورة بتاعتي، وبعد كده في حاجة اسمها تي او سي او توب اوف كيسنج، ده اللي هو بيبقى النقطة اللي هي فوق على السطح اللي تحتيها البامب وتحتيها الرايزر. فكل دول بيبقوا على المفروض على نفس المنسوب. احنا قلنا ان البرنامج بتاعنا بيبقى 2D، فانا ما اعرفش اخلي النقطة دي اللي هي نقطة 27 جي 27 اللي هي التوب اوف كيسنج، ما اعرفش اخلي تحتيها الويل ولا البامب ولا الكلام ده، فبخرجهم لبره. بخرجهم لايه؟ لبره. بس هما في الحقيقة ده مش مكانهم، لان احنا لو جينا وقعنا احداثيات هتبقى البامب والويل والرايزر والكلام ده تحت، هيبقى البامب والويل والرايزر والكلام ده تحت. طيب عاوزين نحط المعلومات، هو جيفن بتاعت الويل الجديد، المعلومات بتاعت الويل الجديد. طيب عشان نحط المعلومات بتاعت الويل الجديد تعالوا نحطها. تعالوا نحط المعلومات بتاعت الويل الجديد. لو عاوزين تحتفظوا بنفس الأرقام مفيش مشكلة، يعني لو قصدي لو مش عاوزين تحتفظوا بنفس الأسماء مش مشكلة، يعني أفضل يعني، بس الأفضل نحتفظ بيهم عشان ما نتلخبطش، عشان ما نتلخبطش. طيب يبقى أول حاجة هحط الريسيفوار بتاعي، أحط الريسيفوار بتاعي مثلا هنا. الريسيفوار ده هسميه زي ما هو متسمي، فين؟ زي ما هو متسمي. نشوف هو متسمي هنا ايه، ويل 25، ويل 25 نسميه، عشان نسميه نقوم دايسين اسكيب مرتين، ونقوم كاتبين هنا ويل، كاتبين هنا في الليبل بتاعه ويل، ويل 25، كاتبين هنا ويل 25. طيب واقوم قافل. بعد ما كتبت الويل بتاعي ويل 25، اعمل بامب، قصدي اعمل بايب، او احط البامب بتاعتي مفيش مشكلة، خليني احط البامب. طيب بعد كده احط التوب اوف كيسنج جانكشن، بعد كده هوصل التوب اوف كيسنج على طول على الايه، على جانكشن موجوده هنا، على جانكشن موجوده هنا. تخلي دي جي 27 زي ما هو عملها، واخلي دي اسميها بامب ويل 25، بامب ويل 25. كده بعد ما سميتهم احط البايبس بتاعتي، احط الايه البايبس بتاعتي اهم البايب. طبعا هتلاقوا اسماء البايب برضو مختلفة، هنسميها زيه عشان ما تبقاش فيها مشكلة، نسميها زيه عشان ما يبقاش فيها مشكلة. طيب طيب هنا هيقول لي انت عاوز تعمل سبليت للبايب دي، هقول له ايه، هقول له عاوز اعمل لها سبليت، فاقول له يس. بعد ما عملت لها سبليت عاوزين نسمي البايبس بتاعتنا، عاوزين نسمي البايبس بتاعتنا. طيب نخلي دي 66 مثلا، ونخلي دي هو عشان هو عاملها هنا، عاملها هنا دي 63، وعامل دي 64، وعامل دي 65، نخلي دي ايه
ونخلي دي 63 مثلا. خلاص نحط بقى المعلومات بتاعتنا، نحط المعلومات بتاعتنا. طيب المعلومات بتاعتنا دي اسمها virtual pipe زي ما انتوا عارفين، دي اسمها virtual pipe. ان شاء الله انا موضوع الويل هشرحه تاني المحاضرة الجاية برسومات افضل، يعني رسومات موجودة جوه ال PDF file هتبقى اسهل وهتوضح الدنيا. يعني دي اسمها virtual pipe لان انتوا عارفين ان المفروض ان البامب بتبقى موجودة جوه الويل بتاعي او جوه الجراوند تيبل، فانا عشان انقل من الجراوند تيبل للبامب هنقلها بماسوره وهميه، وماسوره يعني مش موجوده، بس احنا بنسميها فيرتشوال بايب، بنسميها فيرتشوال بايب. طول الفيرتشوال بايب دي بنعتبره دايما ايه، بنعتبره دايما في حدود 1 متر، في حدود 1 متر. طيب تعالوا بقى نحط المعلومات بتاعتنا. الفيرتشوال بايب بتاعتي قلنا انها ايه، رقم كام؟ رقم 63، رقم 63. هنقول ان احنا عاوزين ندخل لها اللينث بتاعها، اللينث بتاعها 63 دي، ونخليه ايه، 1 متر. طيب ايه تاني؟ نشوف بقية الحاجة. عاوزين نحط الليفلز، عاوزين نحط الليفلز، وبعد كده نرجع للبايبس. طيب هو مديني في الشيت بتاعي، هو مديني، بصوا هو مديني ان ويل توب اوف كيسنج ليفل 585.5، يبقى ده التوب اوف كيسنج بتاع ده الاليفيشن بتاع التوب اوف كيسنج اللي هي النقطه دي، فاخش على النقطه دي خلي الاليفيشن بتاعها 558.5، خليه كام؟ 558.5. طيب الويل رايزر لينث اللي هو الرايزر بتاعي طوله كام؟ قال 95.5، فاخش هنا هقول الويل بتاعي طوله 95.5، ثانية واحدة، طول الويل بتاعي 95.5، فأنا هخلي يوزر لينث، هعملها هنا، هعملها من هنا، ممكن أخش بالجدول وأعمل صح زي ما عملناها، أو أعملها من هنا، هاز يوزر ديفاين لينث، أقول له ترو، هيقول لي دخله، هدخله بكام؟ ب 95.5، هي زي ما انا عملتها في الجدول من شويه. طيب ده كده انا اديني دخلت المعلومات بتاعه الويل رايزر. طيب يبقى النقطه دي بقى اللي يبقى وهو مديني الاليفيشن الدايناميك جراوند ووتر تيبل انكلودنج درو داون، يعني بعد ما حصل درو داون الليفل بتاع المايه بقى كده، فمعنى كده بقى الرقم ده. فبعد كده ايه، هو بقى مديني الاليفيشن زي ما قلنا بتاع هو مديني الاليفيشن بتاع الجراوند ووتر تيبل بعد الدرو داون بكام؟ ب 524، يبقى ده نفس الاليفيشن بتاع البامب بتاعتي، بتاع البامب بتاعتي 524 متر. طيب بيقول لي الاليفيشن بتاع الكونكتنج جانكشن، الاليفيشن بتاع الكونكتنج جانكشن بتاعتي دي هنسميها جانكشن 28، الاليفيشن بتاعها، الاليفيشن بتاعها ب 586.5، 586.5. خلاص كده انا عملت ال الفيشن كونكتنج جانكشن ب 586.5، وبيقول لي الويل از لوكيتد 40 متر فار فروم ذا نير باي ترانسميشن لاين، بيقول لي ان الويل بتاعي لوكيتد 40 متر. طب معلش انا اسف، انا اسف في غلطه انا غلطتها ما خدتش بالي خالص. هو بيقول لي هنا ان الاليفيشن بتاع الدايناميك جراوند ووتر تيبل 524، يبقى ده الاليفيشن بتاع ايه، بتاع الويل بتاعي مش بتاع البامب. البامب بتاعتي عباره عن التوب اوف كيسنج ناقص الرايزر، التوب اوف كيسنج، توب اوف كيسنج النقطه دي ناقص الرايزر، الرايزر طوله 95.5
والتوب اوف كيسنج ارتفاع اسمه ده الليفل بتاعها 585 ونص، يبقى 95 ونص ناقص، قصدي 585 ونص ناقص 95 ونص هيديني 490، يبقى ده الاليفيشن بتاع البامب بتاعتي 490، ده الاليفيشن بتاع البامب. طيب نشوف بقى موضوع الويل از لوكيتد 40 متر دي. يبقى احنا قلنا ان النقطه الحقيقيه الوحيده اللي بتمثل الـ مكان الويل هي التوب اوف كيسنج اللي هي جنكشن 27، صح ولا انا غلطان؟ يعني كل النقط دي والبايب والحاجات دي فيرتشوال مكانها، مكانها تحت النقطه دي بالظبط، تحتيها مش جنبها. فيبقى معنى كده لما يقول لي ان الويل از لوكيتد 40 متر فار فروم ذا نير باي ترانسميشن لاين، يبقى طول البايب دي 40 متر، يبقى عشان ادخلها طولها 40 متر. او ما انا عامل هنا بدل فولس خليها ترو هاز يوزر ديفاين لينث وخليها ايه 40 متر. هو ما ادانيش معلومات عن ال في الـ في الـ ما ادانيش معلومات عن الدايمتر بتاعها، بس هشوف في الفايل بتاعنا ممكن يكون ايه هو يعني كاتبها من غير ما انا ايه من غير ما هو ما يكون موضحها. طيب ثانية واحدة نشوف بقى ايه هو كاتبها، نعمل زوم، عملنا زوم. لا هو مخلي الدايمتر بتاعها اللي هو الدايمتر المعروف عنها يعني اللي هو 152.4 اللي هو تقريبا 6 بوصة او مش فاكر 2 بوصة مش فاكر بالظبط، لا مش فاكر والله. يعني المقاس اللي هو ازاي بيقول مسمينه الديفولت، يعني المقاس الديفولت بتاعه. طيب بعد كده انا اعمل ايه بعد ما جبت البامب بتاعتي؟ قلنا انها 490 متر، عشان 585 ونص ناقص 95 ونص، الكلام ده كله مكتوب، هتلاقوه ايه مكتوب، امشوا خطوه خطوه مع ده مع الفايل بي دي اف هتلاقوه ايه مكتوب. طيب بعد كده قال لي نعمل بقى البامب ديفينيشن بتاعي اللي هو تعريف البامب ديفينيشن اللي احنا قلناه قبل كده لو فاكرين، البامب دي شغال على هيد كام وكيو كام والكلام ده. طيب لو جينا بقى نعمل البامب ديفينيشن ايه اللي هيحصل؟ البامب ديفينيشن اخش على البامب اهو، هلاقي ان البامب ديفينيشن بتاعي مش موجود، هقوم دايس هنا قايل ايه ايديت بامب ديفينيشن واسميه ثانية واحدة هسميه بالاسم بتاعه، اعمل نيو اعمل نيو هسميه البامب ويل خمسة، هسميه ويل 25 ويل 25. لو انا جيت بقى حبيت احط الايه البامب معلومات البامب دي، طيب ايه بقى اللي هو مديهوني؟ قال لي ان الكيو السيف ييلد بتاع البير الجديد 70 متر كيوب بير اور. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اسحب اكتر من 70، ما اقدرش اسحب اكتر من 70. يبقى معنى كده وهو بيقول لي حط لي النيو ويل يوزنج سنجل بوينت، لو فاكرين لما انا شرحت لكم الديزاين بوينت سنجل، بدل ما احط ثلاثه احط واحده، وقلنا ان النقطه اللي انا بحطها دي قلنا انها بتبقى ايه نقطه في النص، في نص الايه مش في النص بالظبط، يعني بيبقى الكيرف بياخد من نقطه 2 بياخد نقطه 2 كيو 0 ونقطه ثانيه عباره عن 4 على 3 اتش و0 ويبقى ويوصل لي البارابولا اللي احنا قلنا عليها قبل كده. طيب ادخل ايه بقى؟ ادخل الفلو بتاعي ادخله بال 70 اللي هو ايه مطلوبه النقطه بالكيو اللي هو المطلوب. طيب الهيد بتاعي انا ما اعرفوش، الهيد فعلا بالفعل انا ما اعرفوش، اعمل ايه بقى؟ يعني انا الهيد بصوا انا بقول ان مواصفات البامب دي عاوزها تجيب لي هيد معين وعاوزها تجيب لي فلو معين. الراجل لو جه حب انا ما اعرفش الهيد لاني ما شغلتش النيو سيستم ده، ما شغلتوش. طب لو جيت شغلته ايه بقى ازاي اجيب بقى الهيد؟ هفرض هيد، اول حاجه هفرض هيد، هفرضه باي رقم، وبعد ما افرض الهيد اعمل اتريشنز كذا محاوله بحيث ان انا اجيب الهيد اللي شغال عليه البامب. يعني انا مثلا لو كتبت مثلا الهيد ب 100 وطلع الهيد الحقيقي اللي المفروض السيستم يشتغل عليه 80، هل البامب مش هتشتغل؟ لا هتشتغل، بس معناه ان انا كده جايب بامب زياده عن الحاجه دافع فيها 100، يعني يعني جايبها بدل ما المفروض تجيب لي هيد 80 تجيب لي هيد 100، فدافع فلوس اكتر على الفاضي. فانا لازم اخلي الهيد بتاعي ايه زي ما نقول ايه زي ما نقول ان هو زي اللي هنشتغل عليه. فهنفرض الهيد قلنا انه هنفرضه ايه ب 100. طيب وبعد كده هنعمل لها تشيك وندوس ايه كلوز، وبعد ما عملت البامب ديفينيشن ده احدده
بعد ما عملت البامب ديفينيشن ده ايه احدده. طيب بعد بقى ما حددت اعمل ايه؟ اعمل ران. بعد ما حددت اعمل ران واشوف هل في اخطاء، هل في حاجه انا نسيتها. طيب نشوف في ايرورز طالعه. لا الحمد لله مفيش ايرور طلع. بس بصوا الفلو كام، الفلو كام بقى 419 بدل 300 وكام، بدل 300 وشويه. الفلو بقى كام؟ 419. طيب عاوزين بقى نشوف الموضوع البامب بتاعنا والهيد والكلام ده. عاوزين نشوف الهيد اللي احنا فرضناه ده حقيقي ولا لا. نشوف الهيد اللي احنا فرضناه ده حقيقي ولا لا. ندوس هنا سيستم هيد كيرف وندوس ران ونشوف. بصوا نقطة الأول، نزوم كده نشوف الفلو اللي خارج. ثانية واحدة نشوف الفلو اللي خارج. الفلو اللي خارج 93. الفلو اللي خارج كام؟ 93. طيب طبعا ده ما ينفعش لأن ده مش السيف ييلد بتاعي، ده مش السيف ييلد بتاعي، المفروض إن هو ما يزيدش عن 70. بصوا طيب لو في السيستم هيت كيرف بتاعي 70 قصادها كام؟ 72.47. يبقى المفروض عشان يطلع لي 70 المفروض ان هو ايه يجيب لي الهيد بتاعي يبقى 72.47. طيب ازاي؟ بصوا بقى الرسمه، بصوا الرسمه دي، النقطه دي ده تلاقي السيستم هيت كيرف مع البامب كيرف. النقطه دي كام؟ ال 93 اللي احنا قايلين. طب الهيد بتاعها كام؟ الهيد بتاعها 72 مظبوط. طيب انا عاوز البامب، انا عاوز البامب بتاعتي يبقى الفلو بتاعها 70 والهيد بتاعها برضو 72. يبقى معنى كده ان الهيد بتاعي يبقى المفروض النقطه بتاعتي هتبقى في المكان ده، النقطه بتاعتي في المكان ده، وطبعا لازم تكون يا 70 يا اقل، يا 70 يا اقل. طيب معنى كده ان الهيد في حدود زي ما احنا جبناه بالرقم بالظبط 72.47. 72 هنفتح كده فايل، هنفتح كده بس ايه، هنفتح فايل وورد نسجل فيه شويه بيانات عشان نعمل اتريشنز بسهوله. فايل وورد ماشي، اي فايل كده مؤقت. طيب ثانية واحدة عقبال ما يفتح. طيب هنا؟ خلاص. طيب بعد كده انا مش محتاج النتائج دي غالبا، يعني انا معلش مش قصدي اتلخبط ولا حاجة، بس اللي حصل ان انا نسيت ان احنا حاطين هنا زي ما انا قلت لكم الفلو كنترول فالف اللي احنا ما خدناهوش. فايدة الفلو كنترول فالف ده مش هيخليني اعمل اتريشن على الايه؟ على البامبس التانية. يبقى معنى كده كل اللي انا هغيره الانهي الديفينيشن بتاع البامب بتاعتي اللي انا اخترتها، هو ده بس اللي انا ايه هغيره. يبقى معنى كده ان زي ما انا شفت كده ده الرقم بتاعي ده لازم اسجله هو عاملهم كده كوبي، اعمله كنترول سي احطه ايه، احطه هنا اقول له كنترول في هنا. بعد كده بعد ما اجيب الرقم ده او احفظه مش فارقه ادوس كلوز اقول له مثلا يس كده، وانا دايس كليك ادوس هنا بروبرتيز. بعد كده افتح الايه البامب ديفينيشن بتاعي، وبدل ما اخليها هنا ايه 100 هخليها نفس الرقم 72.47 الرقم ده. بعد كده ادوس كلوز، بعد كده اعمل رن من جديد. بصوا هلاقوها ايه، هلاقيها ظبطت بالظبط، هلاقيها 70 بالظبط. لو انا طبعا قللت الهيد شويه ايه اللي هيحصل؟ هتبقى الفلو بتاعي اقل من 70، هيبقى الفلو بتاعي اقل من 70. وبالنسبه للبايبس الثانيه ما حصل لهاش إيه؟ للبامبس الثانيه ما حصل لهاش تغيير خالص، هتلاقوا نفس الايه الفلو تقريبا اللي خارج تقريبا يعني، او مش هو هو، بس في الاخر مش هتلاقوا الـ يعني لو جينا مثلا نعمل تيست هنا على الايه، على ان السيستم هيد كيرف شغال بنفس الهيد اللي انا كاتبه في الـ في الـ في, في البامب ديفينيشن بتاعي. لو فرضنا هنا ده هنا 107، طيب لو خلينا هنا مثلا خليها هنا ايه الفلو بتاعي، نشوف طيب السيستم هيت كيرف بتاعه، نشوف هنا السيستم، نشوف قصدي هنا ال انا اسف، نشوف البامب ديفينيشن، البامب ديفينيشن نشوف ايديت شغال الفلو بتاعه 100 وهنا 98 مش مشكلة، هو مش علينا اساسا تعديله.
بس هيبقى علينا الشيت الجاي يعني. بس انا كده ايه كده ال70 اللي انا عاوزها السيف ييلد، وفي نفس الوقت جبت الهيد المطلوب، ما زودتش عنه، ما زودتش عن الهيد المطلوب بتاعي. طيب بعد كده نشوف بعد ما خلصنا الحتة دي وبعد ما حطيت الهيد المظبوط وجبت الهيد المظبوط بتاعت البامب بتاعتي وشغلتها وكل الكلام ده، انا ايه بقى اللي حصل بالنسبة لي؟ لقيت لقيت الايه الفلو التوتال بتاعي قل، لان الفلو بدل كان 93 كان هي 93 بقى 70، فقل 23 متر كيوب بير اور، فبقى 399، بقى 399. طيب تعالوا بقى بصوا، تعالوا بصوا على الايه على المشكلة اللي هتقابلنا دلوقتي. بصوا المشكلة دي، لو جينا بصينا هنا، لو جينا بصينا هنا، بصوا هنا الفلو اللي داخل هنا على التانك كام؟ 399. طيب والفلو اللي خارج من التانك 338. طب انا كده ايه اللي بيحصل للتانك؟ التانك عمال يملى وما بيفضاش، التانك عمال يملى وما بيفضاش. طب ايه الحل بتاعه؟ طيب الحل بتاعه ان انا معنى كده ان في فلو زايد في او في فلو دخل جديد في الشبكة بتاعتي، والبامب بتاعتي دي ما بقتش ايه مستحمله الفلو الجديد ده، فبتضطر انها تقلل الايه عشان الهيد بتاعها قليل، فالفلو بتاعها اللي خارج قليل اللي هو 338. يبقى انا محتاج يزود كفاءه البامب دي بتاعتي بحيث تجيب لي الفلو اللي انا عاوزه بنفس الفلو اللي انا عاوزه، او ان انا اجيب بامب تانيه اخليها اوصلها مع دي بحيث يطلع لي الفلو اللي خارج منين؟ من هنا، من الايه؟ من التانك بتاعي. طيب لو انا جيت، هل انا محتاج كيو ولا محتاج اتش؟ لو انتم شايفين غالبا انا محتاج كيو، يبقى معنى كده انا هوصل بامب تانية، هوصل بامب تانية ان ايه؟ ان بارل، هوصل بامب تانية ان بارل. انا السيستم بتاعي زي ما انتم شايفين مفهوش بالانس، عمال يملى التانك وانا مش عارف ايه، مش هعرف افضيه لو انا اشتغلت اي بي اس، فهتبقى مشكله. طيب بعد كده ايه اللي انا هعمله؟ انا عندي حل من حلين، يشيل البامب يونت دي زي ما انا قلت واحط واحده ببيجر كاباستي او كفاءه اعلى، او ان انا اعمل ايه، احط بامب جديده تشتغل بارلل مع الاولانيه. طبعا ادي ايه، انا هعمل ايه بقى، انا هعمل الحل التاني ان انا احط بامب تاني، احط بامب ايه تاني. طيب تعالوا بقى نحط البامب التانية، هنقوم عاملين شادين البامب دي كده، شادين الكلام ده كده. طيب بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده اعمل تو بايبس جداد، تو بايبس جداد، احط قصدي بامب جديدة، وبعد كده اوصلها برضو بايه، بتو بامبس جداد. بعد كده بعد ما انا جبت الايه، انا كده عملت البامب تاني، انا هحط نفس مواصفات كل حاجه زي بعض، يعني البامب التو بايبس الجداد دول هخليهم زي التو بايبس الايه القدام اللي هم 49 و59، هحط نفس البيانات هكررها عشان ايه، عشان ما اتلخبطش. 49 زي 66 و59 زي 67. 49 ثانيه واحده نشوف البامب بتاعي 49 اهي، نشوف طيب الايه المعلومات بتاعتها، الدايمتر بتاعها 300، و59 برضو نفس الكلام 300، وداكتايل ايرن، داكتايل ايرن هعملها، هعمل الكلام ده هنا داكتايل ايرن ونخليه هنا 300 وهنا 300، وبعد كده اشوف اللينس بتاعهم كام،
اللينث بتاعهم متاخد من الرسمة، فخليه متاخد من الرسمة ما فيهوش مشكلة. وبعد كده بعد ما حطيت الدايمتر بتاع التو بايبس دول، اخلي البامب دي زي البامب دي. فهعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هقوم داخل على البامب بتاعتي. ايوه، نخش بقى على الايه، على البامب بتاعتي. البامب اللي انا عاوزها زيهم هي البامب تانك، هسميها هنا هي بامب 7 دي، هخليها مثلا بامب تانك 2، هسميها بامب تانك 2، وخليها نفس الايه، نفس الاليفيشن، بس هعملها ديفينيشن جديد. بصوا بقى، لازم اعملها ديفينيشن جديد لان دي مختلفة عن دي، لان البامب دي مختلفة عن دي. طيب اما نشوف ال البامب بتاعتي، ما نشوف البامب بتاعتي. طيب ده النيو بامب، ثانية واحدة، دي كانت تفاصيل البامب، ده تفاصيل البامب القديم. فانا البامب القديمة قلنا ان احنا مش هنغيرها، احنا قلنا ان احنا هنسيبها ونحط عليها بامب بارل. فانا مش هغير البامب القديمة، فهسيبها زي ما هي، ما ينفعش اغير فيها حاجة. طيب هعمل ايه؟ هعمل نيو الديفينيشن. طيب بصوا بقى، النيو ديفينيشن بتاعنا هنقول مثلا النيو بامب بتاعتنا هنسميه ايه؟ هنسميه نيو بامب 2 مثلا، نيو بامب 2. وقلنا ان احنا هنخليها ايه، 1 بوينت زي ما احنا قلنا. طيب بصوا بقى، عشان ايه الرسمة دي لازم نفهمها كويس جدا، الرسمة اللي احنا هنقولها دلوقتي لازم نفهمها كويس جدا. بصوا، انا ما قدرتش، انا ما عارفش ارسمها لان ما كنتش عارف ارسمها زي ما هي مرسومة كده، يعني كنت اقدر مش ارسمها، يعني كنت اقدر اخلي البرنامج يشغلها بس ما كانش هيشغل لي كل الخطوط دي. بصوا، شايفين اللي بالاحمر ده؟ ده البامب كيرف في حالة السيستم القديم قبل ما احط ايه، الويل الجديد بتاعي. والسيستم كيرف ده بتاعي، السيستم كيرف بتاعي ده ثابت ثابت، سواء حطيت سيستم جديد او ما حطيتش، كل اللي بيحصل اني بزود الكيو، بس ده السيستم كيرف بتاعي، ده الايه، السيستم كيرف بتاعي. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا لو انا جيت شايفين دي نقطة الايه، الاوبريتنج بوينت بتاعتي، لو احنا نزلنا اللي هي 333 او 300 مش فاكر حاجة و30 اللي احنا كنا مطلعينها في الاول خالص، الرقم اللي احنا كنا مطلعينه ده، ده اللي كانت شغالة عليه البامب لوحدها، ده اللي كانت شغالة عليه البامب تقريبا 343. فانا دلوقتي ده اللي كانت شغالة عليه البامب لوحدها. طب لو انا جيت حط، انا عاوز ايه بالظبط؟ انا عاوز ان البامب بتاعتي تشتغل، قصدي ان السيستم بتاعي ايه اللي هيحصل له؟ السيستم بتاعي هيشتغل على كيو جديدة اللي هي 339 زي ما انتم شايفين، اللي داخلة على الخزان، صح ولا انا غلطان؟ طيب يبقى ما دام انا هشتغل على 399، انا عاوز البامب السيستم الجديد بتاع البامبس يديني نقطة اوبريتنج بوينت 399. يبقى انا محتاج ان الكيرف بتاعي الاحمر ده، اللي هو الاحمر سوليد ده، بدل ما يتقطع في النقطة دي يتقطع في النقطة دي. يبقى انا يا هغير زي ما انا قلت التفاصيل بتاعة البامب بتاعتي الموجودة، وانا احنا قلنا ان احنا ما ينفعش نغيرها، او ان احنا نحط اسمه ده نيو بارلل بامب. طيب لو انا حطيت نيو بارلل بامب، ايه اللي هيحصل؟ ده هيبقى البامب كيرف بتاعهم الناتج، اللي هو عبارة عن ده زائد ده، او السميشن بتاع التو بامب كيرفز. طيب عاوز اجيب الاوبريتنج بوينت بتاعت اني بامب، عاوز اجيب الاوبريتنج بوينت بتاعت البامب الاولانيه، لازم الاوبريتنج بوينت بتاعت البامب الاولانيه هتتغير. ليه؟ لانها هتبقى شغاله زي ما قلنا، ده هيبقى السيستم كير، النقط ده في حاله السيستم الجديد اللي انا عملته، هيبقى ده السيستم كيرف بتاعي اللي شغال، قصدي البامب كيرف بتاعي اللي شغال فعليا. طيب لو انا عاوز اجيب النقطه الاوبريتنج بوينت للبامب الاولانيه بتاعتي، للبامب الاولانيه او حتى البامب الثانيه، باخد خط هوريزونتال، باخد خط هوريزونتال، لو فاكرين خدناه في الهيدروليكس، كنا بناخد خط هوريزونتال
ونقاطع التو بامب كيرفز اللي انا جمعتهم. مش انا مش ده عباره عن مش عباره عن بامب كيرف نتيجه البامب الاولانيه والبامب الثانيه. نفترض ان البامب الثانيه كانت كده، هحاول طيب احط اسمه ده خط كده او ابينها، معلش ثانيه واحده ادور على ايه، على خط وابينها لكم، معلش انا اسف. طيب يبقى ده معنى كده، لو انتم فاكرين كنا احنا بنجمع الكيرف ده انا رسمته، معلش انا اسف على رداءتي يعني الرسم، كنا بنجمع الكيرفات بتاعت البامب كيرفز بتاعت كل بامب ونجيب حاجه اسمها البامب كيرف او الباتري كيرف بتاعي، اللي هو عباره عن الفيرشوال كيرف ليهم بيمثلهم هما الاثنين وبيقول لي على التقاطع بتاعهم. طيب لما انا كنت بجيب 300 جبت خليته يشتغل على 399، هلاقي الاوبريتنج بوينت بتاعت البامب الاولانيه والبامب الثانيه اتغيرت. البامب الاولانيه الاوبريتنج بوينت اتغيرت بتاعتها لان البامب الجديده اللي داخل دي هتريحها. هت ايه؟ هتريحها. يعني انا مثلا لو انا كنت شغال على 300 زي ما بقول مثلا 43، لا انا هشتغل على اقل، والبامب الجديده هتشتغل على ايه؟ هتاخد مني شويه بحيث انها تريحني، بحيث انها ايه؟ تريحني. طيب هو لو احنا جينا شفنا الباتري كيرف 399 ومشينا كده خط، هنقول ان ده النيو بامب بتاعتي. يعني ايه؟ همشي خط كده هوريزونتال زي ما الدكتور ماشي، المسافه ما بين دي ودي هي دي الكيو بتاعت النيو بامب، هي دي الكيو بتاعت النيو بامب. فغالبا ما بين 70 ل 80، غالبا ما بين 70 ل 80. طيب هنيجي بقى نعملها ازاي؟ طيب نشوف بقى نيجي نعملها ازاي. طيب نشوف بقى البامب القديمه بتاعتي، الهيد بتاعها كان 115 والفلو كان 343. نجرب الفلو زي ما الدكتور كده ورانا على الرسم، طلعت في حدود من 70 ل 80، نحاول نحطها ب 70 ونخلي الهيد هنا مثلا ب 120 وندوس كلوز. بعد كده نحدد الايه الديفينيشن الجديد اللي هو نيو بامب 2 ده، ونقفل وندوس ايه وندوس ران ندوس ران. طيب بصوا بقى كده لقينا الايه ال الفلو بتاعي طالع بكام؟ ب70 وهنا 327، اجمعوهم على بعض هيدينا 397، وهنا داخل 399 فلسه في 2 متر كيوب بير اور. يبقى معنى كده ان انا لازم اعدل. انا طبعا لما باجي بعدل في حاجه واحده، بثبت حاجه ايه؟ واحده. انا قدامي المفروض كده انا هثبت ايه؟ هثبت الهيد اللي انا اخترته اللي هو 120 ده، انا اخترته ممكن اخليه 110، ممكن على حسب براحتي بايه براحتي، واخلي دي مثلا بدل 70 اخليها 72، اخليها كام؟ 72، وادوس كلوز وادوس ايه ران. بعد كده ايه هشوف ال بعد التعديل نشوف الايه المفروض انا حطيتها 72 على اساس ان دي 327، فبقى 327 و 72 تبقى كام؟ 327 و 72 يبقى 399 اللي احنا ايه عاوزينها، 399 اللي احنا عاوزينها. طيب بصوا بقى بعد ما خلصت، بقت دي 326 اتغيرت زي ما انا قلنا، لان النقطه بتاعتها بتترحل شويه على الشمال، فلما تترحل على الشمال بت ايه الكيو بتاعها بيقل لانها بتريح البامب نفسها بترتاح معايا. فيبقى انا هعمل ايديت كمان مره واخلي دي 73، وهي دي غالبا ايه ان شاء الله الكيو بتاع البامب الجديد بتاعي. نعمل رن ونشوف النتيجه كده. بعد كده زي ما انتم شايفين دي 326 ودي 73 ودي 399، يبقى انا ايه كده مظبوط، اللي خارج قد اللي ايه اللي داخل. بصوا كده هنشوف ايه ماشي في الماسوره 399. داخل على التانك ده برضو 300
99. كده احنا بقى ايه، خلصنا المحاضرة دي ان شاء الله وخلصنا الاكسرسايز بتاعنا. معلش انا اسف على اللجلجة يعني، معلش ما كان البرنامج معلق معايا جدا، فمضطرين ان انا اتلجلج شوية في الكلام. ويا رب لو ما في لو في حاجة مش مفهومة او مش موضحة يا ريت تسألوني، هجاوبكم يعني ان شاء الله على النت. المحاضرة زي ما انتم شايفين صغيرة، وان شاء الله كده ايه ناقص لنا محاضرة اخيرة هنتكلم فيها على الـ EPS، اللي هو ازاي ان انا ادخل الديماند بتاعي متغير على مدار الساعات بتاعت اليوم. وبكده ان شاء الله نبقى خلصنا الكورس بتاع الووتر جيمز. لو عاوزين المشروع او اي معلومات عنه هبقى اسالوني بقى وقت الدراسة في الكلية افضل، عشان مش هينفع يتشرح ايه يتشرح كمحاضرات يعني. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.